كيف دخول مع مشاهد الرياض، اتصال تليفون، دخول بالواتساب، دخول بطريق التواصل الاجتماعي، المشي، يعني كثير الآن الأسئلة الآن يعني نبغى نجاوب عليها ونبغى يعني نفيد المجتمع. أنتم يعني أنا أتمنى تواجدكم كذلك معي، يعني كل أسبوعين مثلا نرتب لنا جدول وياكم تكونوا متواجدين معنا، تعطونا قصص النجاح وكيف كانت المشاركات، وممكن ننقلها كذلك على الهواء. بالعكس يعني حاجة الكل يستفيد منها. طبعا في مقدمة بسيطة عن المشي، الرياضيات عموما الحين في بعض الرياضات فيها تكلفة، مثلا إذا بتدخل نادي في تكلفة رسوم نادي، إذا مثلا دراجة فيها تكلفة قيمة دراجة، لكن المشي ما في تكلفة، المشي مجاني وسهل جدا، واي واحد يقدر يمشي، وتقدر تمشي في اي مكان، الحديقه اللي قدام بيتك تقدر تمشي، يا سلام، المحل السوبر ماركت تقدر تروح على رجلينك، ف فرصه المشي مهيئه. أنا اقصد الادوات، ادوات المشي، هل تحتاج الى كرمت يعني والسامعين على يعني حذاء معين؟ طبعا اذا جيت تشتريه اخذ شويه يعني، طبعا اول شيء اللبس مهم جدا، لبس البنطال يكون مثلا يعني واسع شوي، ولا هو النوع القطن اللي مثلا يجي فيه رطوبه من تعرق. جميل. الجزمه تكون الله يعزكم مناسبه للمشي، الربل حق الجزمه يكون لين، تكون في بعض الجزمات تتسخن، في بعض الجزمات ترتفع الحراره. نعم صحيح. فيها تهويه مثل الله يعزكم، يكون جلد مو جلد، يكون قماش، تكون حبل، ماركات معينه مخصصه للمشي. جميل. ربط تكون كذلك اوسع من مقاسك العادي برقم او رقم ونص عشان نعم عشان تهويه القدم. توسع عجيب. نذكر كيف نقدر نشترك مشاة الرياض. مشاة الرياض مفتوحه للكل، اي واحد يشترك مشاة الرياض سواء كبير او صغير، ما عندنا محدد العمر او الوزن، او اهم شيء انه يتحرك. عندنا فرق على مستوى أحياء الرياض ممكن يشارك في الفريق اللي قريب من بيته، يعني مثلا عندنا مشاة الشفاء ممكن أحد ساكن في الشفاء يشارك في الشفاء، النرجس مثلا واحد ساكن في النرجس يشارك في النرجس. الطريقة عندنا تويتر، عندنا الانستغرام، عندنا كذلك التليجرام، كلها منصات. طيب في الاشتراك يدفع مبالغ؟ لا بدون مقابل، بالعكس احنا ندفع له. احنا طيب. نعطي احنا نعطي